خالص جوناثان بارنيت. جوناثان بارنيت ده وكيل اعمال اللاعب الدولي الويلزي جاريس بيل، نجم طبعا فريق ريال مدريد الاسباني. طبعا في حاله من الغضب الجماهير الكبير جدا جدا، كان سبب في حاله غضب كبيره من جماهير انجلترا ضد هذا اللاعب، يمكن بعد التصريحات اللي ادلى بيها الوكيل مؤخرا حول اللاعب وبداية جاريس بيل على الصعيد الدولي مع المنتخبات. قال ايه جوناس؟ قال ان في تصريحات طبعا نقلها ونقلتها صحيفة ايس الاسبانية، قال ان جاريس بيل طبعا يعني طبعا الوصول لكاس العالم شيء جيد جدا، ويعتقد انه هيكون بمثابة تتويج كبير جدا لمجد جاريس بيل مع منتخب بلاده. فمنذ اليوم الاول اللي قابل فيه جاريس بيل قال انه يعني بعشق ويلز بجنون، وان هو نفسه انه يوصل ويلز الى كاس العالم. جوناثان قال في الماضي او هو من خلال يعني وهو بيتكلم مع جاريس بيل وبيتكلم على يعني فرص انضمام جاريس بيل للمنتخب الانجليزي، قال له ايه رايك انت عندك دلوقتي خيارين، يا اما تلعب لمنتخب ويلز او تلعب في المنتخب الانجليزي. يمكن وكيل اعماله طلع قال لما عرضت عليه كده رد عليه جاريس بيل وقال له لو عايز تبقى وكيل اعمالي ما تقولش الكلام ده تاني مره اخرى، يعني انا حددت خلاص موقفي واني انا عاشق لويلز واني لن اختار المنتخب الانجليزي للعب له. يمكن التصريح ده لما خرج خلال الاسبوع دوت من وكيل اعمال جاريس بيل يمكن غضب كبير جدا جدا على الساحة الرياضية خاصة في انجلترا، ان يمكن رفض جاريس بيل للعب للمنتخب الانجليزي، ولكن في اعتقادي الشخصي ده امر طبيعي جدا، يعني الانتماء والولاء اللي جاريس بيل اكيد لويلز بشكل كبير جدا، انه كمان هيتم معاه المباراة المئة خلال الايام اللي جاية، وبالتالي جاريس بيل هو اللي اختار ويلز ليكون ويكون من احلامه الوصول ل كاس العالم 2022. كان ليه انجازات طبعا الوصول كمان لليورو 2020 اللي فات، يمكن ما حققش نتائج جيده على مستوى البطولات، لكن زي ما حضراتكم عارفين منتخب ويلز كمان من المنتخبات يمكن يعني في الدرجه الثانيه او الثالثه، لكن طبعا يحرص جاريس بيل على التواجد دايما ككابتن فريق للمنتخب الويلز. طيب في حاله